اتفضلي يا استاذ مجدي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. متشكره للمداخله مع حضرتك، وبشكر فريق الاعداد على ذوقهم في الردود على التليفون. الله يرضى عنكم يا رب. متشكره. عندي ثلاث اسئله لحضرتك. اهلا وسهلا. السؤال الاولاني، انا بقرا القران على طول وكل يعني بخلصه واعيده تاني وهكذا. بس في صور انا فاهمها حلوه قوي، سوره الكهف مثلا، سوره ياسين، البقره، النساء، افهم مضمونها. في صور انا مش عارفه بتبقى بتهدف ليه في الاخر، مش عارفه اجيب المعنى ازاي بتاعها. انت بتحب القرايه ولا بتحب السماع؟ انا بحب اقرا. يعني بتحبي تقري اسمعيني، بتحبي تقري التفسير ولا بتحب تسمعي؟ التفسير، بس التفسير كلمات، التفسير اللي على بعضه ما بيدينيش المعنى اللي انا عايزاه. كويس، بس خليني اقول لك حاجه، انت بتحبي تقري ولا بتحبي تسمعي؟ احب اسمع لما احس ان الشيخ اللي قدامي صوته بيوصل لقلبي. طيب، يعني انت بتتكلمي على قراءه القران. طب بص على يا ستي، القران بص يا ستي، هناك تفسير كامل لشيخين جليلين، الشيخ الشعراوي والشيخ محمد سيد طنطاوي، فاسمع الاثنين. أيوة. السماع. الحاجة التانية، بتحبي تقري، عندك تفسير الجليلين ممكن تقرأي فيه، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير وكله. ده السؤال الأولاني. السؤال التاني، أنا بصلي العشاء والسنة وبصلي الشفع والوتر، بقوم بعد كده قيام ليل، بعمل قيام ليل، هل أربط وراء شفع ووتر تاني ولا خلاص؟ بصي يا ستي، إحنا عندنا دلوقتي حديثين، ان حضرة النبي قال خلي صلاتك الاخيرة اخر صلاتك من الليل تكون وتر، كويس كده؟ فانت لو صليتي وتر وبعدين جيتي صليتي ركعات اتنين 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 اتنين، هتبقى انت كده ايه، ما حصلتيش السنة دي وصلاتك صحيحة. بس خلي بالك، بس اقولك صلاتك صحيحة لكن دي ما عملناش السنة دي، طب نعمل ايه بقى؟ طب لو صليت وتر تاني، قال له لا، في حديث تاني بيقول ايه، لا وتراني في ليل، يبقى انت كده عملتي وترين. يبقى الحل هو ايه؟ نعمل كده، لو صليت الوتر تكسري ده بركعه وتر تاني ثم تصلي وتر، فهو قال لا وتران في ليله مش لا ثلاثه اوتار في ليله. تمام، وبكده يبقى انت عملت الحاجه الصح. تمام. السؤال الاخير، انا بقوم اصلي الفجر وبعد ما بتوضى بلبس الشراب وبصلي بقيه الفروض وانا لابسه الشراب عشان رجليا صعب اني اعمل، هل ده صح ولا غلط؟ وبتصلي بقيه الفروض وانت على وضوء الشراب بقى، توضع الشراب لان مش بقدر بتمسح على الشراب وانت محتاجه لده. يبقى صح مش غلط. بسال سؤال، انت محتاجه لده، محتاجه ان انت تمسحها على الشراب، خلاص امسحها عليه، بس مع كل صلاه فجر تخلعيه وتتوضي تاني. ايوه، مع كل صلاه فجر بعمل كده. ماشي ان شاء الله، ده عشان انت محتاجه لده ان شاء الله. ربنا يبارك لك، رب يحفظك ويسعدك. على راسي، اهلا وسهلا.